الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الكتاب 45، كتاب النذر، الباب الأول، باب من نذر، باب نذر الطاعة مطلقا ومعلقا بشرط. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه الجماعة إلا مسلما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه الجماعة إلا الترمذي. وللجماعة إلا أبا داود مثل معناه من رواية أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أهل الحمد والمجد والثناء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، رسول الرحمة والهدى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأوفياء، وعلى أصحابه الغر الميامين الأوفياء الأصفياء، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله تعالى: كتاب النذر، باب نذر الطاعة مطلقة ومعلقة بشرط. هذا الكتاب وما تحته من أبواب في أحكام النذر. والنذر مأخوذ من الإنذار، وهو التخويف، ومن هنا بل الإنذار لا يكون إلا بالتخويف، الإنذار لا يكون إلا بالتخويف، ومن هنا سمي نذرا لعظم شأنه، سواء فيما يتعلق بالوفاء به أو فيما يتعلق بالابتداء به، كما سوف يأتي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، فهو مهم من حيث لزوم الوفاء به، وأيضا مهم ومخوف من حيث النهي عنه ابتداء على ما سوف يأتي من تفصيل. والنذر هو من حيث تعريف الفقهاء والمراد به هو إلزام المكلف المختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم له في أصل الشرع. ما معنى هذا؟ النذر هو أن
المسلم المكلف المختار، المكلف يعني البالغ العقل، حينما يقول العلماء مكلف يعني بالغ عاقل، لأن الصغير غير مكلف والمجنون غير مكلف، وأن يكون مختار يعني غير مكره، غير مكره. فإذا ألزم حتى وإن لم يكن مسلم، حتى الكافر، الكافر إذا نذر أيضا عليه أن يفي بنذره، كما حينما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك، حتى قالوا الكافر إذا نذر أيضا فإنه يفي بنذره. لكن المقصود أن النذر هو إلزام أن يلزم المكلف نفسه مختارا بشيء لم يلزمه شرعا، لم يلزمه شرعا، فإذا ألزمه صار واجبا، فيلزم به نفسه صار واجبا، على ما سيأتي في أنواع النذر، يعني لأن النذر على المعصية لا يجوز الوفاء به، كما في الحديث ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ولهذا العلماء قسموا أو نوعوا النذر إلى أنواع، منها النذر المطلق يعني ما سمى شيئا، فقال لله علي، هو لا بد أن يسمي على كل حال، لكنه غير معلق بشرط، اختيارا يقول لله علي أن أصوم هذا اليوم أو أصوم غدا، هذا يجب عليه إذا ألزم، ما لم يكن اليوم ممنوع كما لو كان يوم عيد أو أو أو, أو المرأة حدد ذلك اليوم فكان فقد جاء وجاءها الحيض، نحن الحيض لا يصح في الصيام والعيد لا يصح صيامه، لكن قال العلماء أنه يقضي هذا اليوم، يقضيه وعند الحنابلة يكفر أيضا، يقضي ويكفر. لو قال لو نذر أن يصوم يوم العيد مثلا وهو لا يجوز، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى أو يوم التشريق لا يجوز، لكن إذا كان ليس منهيا عنه ثم ألزم نفسه فيجب عليه أن يفي بالنذر. لو قال لله علي أن أصوم يوم الخميس يجب عليه أن يصوم، هذا النذر المطلق. فيه نذر اللجاج والغضب، سميه العلماء نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي يقصد منه المنع أو التصديق أو التكذيب، إن كان هذا حصل فلله علي أن أتصدق، أو إن جاء فلان يعني بمعنى أنه يكذب مجيئه أو يؤكد مجيئه، فإذا كان تأكيد أو منع أو تصديق أو تكذيب فهذا هو الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب، بمعنى أنه من أجل أن يؤكد ما قاله أو أن يكذب أن ذلك لم يحصل أو أن يصدق أن هذا قد حصل، يقول إن كان كذا فلله علي أن أفعل كذا وكذا، أيضا هذا يلزمه إذا وقع على خلاف ما قال أو على وفق ما قال إذا كان يقصد التصديق، أو على خلاف ما قال إذا كان يقصد التكذيب. والنذر المباح النوع الثالث، النذر المباح وهو الأشياء التي ليست عبادات، قال لله علي أن أسافر إلى البلد الفلاني، أو لله علي أن أركب السيارة الفلانية، فهذا مباح كما يقول العلماء، طبعا يلزمه، وإن لم يلزمه فإنه يكفر، وهو ليس عبادة طبعا، ولهذا قالوا إنه مباح. أما نذر المعصية فلا يجوز، كما قال لله أن أشرب الخمر، أو لله أن أغتاب فلان، أو لله أن أسب فلان، هذا لا يجوز، والحنابلة يقولون يحرم عليه وعليه أن يكفر، عليه أن يكفر كفارة يمين.
وبعض العلماء يقول لا ليس عليه كفارة، عليه أن يتوب لأنه حرام، أو قال لله علي أن أصوم يوم العيد، أو قالت الحائض لله أن أصوم هذا اليوم وهي تعلم أنها حائض، لأن صيام الحيض لا يجوز. وفيها النذر نذر التبرر وهو النذر المعتاد الذي ليس معلق على شرط، نذر طاعة لله علي أن أتي بعمرة، لله أن أصلي الليلة مثلا 20 ركعة 10 ركعات، هذا يسمى نذر طاعة ونذر تبرر، وليس مربوطا بشيء، ليس مربوطا بشيء، هذا يجب عليه الوفاء به إذا كان قادرا، وإلا يكفر كفارة يمين، وسوف يأتي تفصيل ذلك. وفي قالوا النذر المكروه وهو الطلاق مثلا أو غيره من المكروهات لله على أن أطلق زوجتي، هذا مكروه، لكنه إما أن يفي به وهذا مكروه الوفاء به، وإنما عليه ينبغي أن يكفر كفارة ولا يفي به، لكن لو وفى به يعني انحل نذره وانحلت يمينه. هذا هو في الجملة ما يتعلق بالنذر من حيث معناه ومن حيث أحكامه في الجملة، لكن التفاصيل تأتي في أحاديث الأبواب. قال رحمه الله: باب نذر الطاعة مطلقا ومعلقا بشرط، بمعنى فيه نذر مطلق بمعنى غير معلق، كما قال لله علي أن أحج هذا العام، ولله علي أن أصل رحمي، طاعة هي وكانت لا مطلوبة لكنه هو أكدها بالنذر، أو معلق إن نجحت فلله علي كذا، إن جاء ابني فلله علي كذا، أو إن تحقق الأمر الفلاني أو حصلت الوظيفة الفلانية لله علي أن تصدق بكذا، هذا معلق، يعني معلق بحصول شيء، ففيه نذر مطلق لغير معلق، وفيه النذر معلق بقضية معينة إذا وقعت أو إذا صار، أو إن شفى الله مريضي فلله علي أن تصدق بكذا، أو إن شفى الله فلان، إن شفى الله والدي، أو إن شفى الله والدتي، أو ابني، أو زوجتي، أو زوجة قالت إن شفى الله زوجي، فهذا معلق، سمى معلق، بمعنى ربط الصدقة بشفاء المريض الفلاني أو بمجيء الغائب وهكذا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني من نذر نذر طاعة فيجب عليه أن يفي بالنذر، من نذر أن يطيع الله، كما قال لله علي أن أصلي من الليل، لا أن أصوم 3 أيام، لا أصوم أشهر فلاني، لله علي أن أفعل كذا من أو أقرأ كتاب أن أختم القرآن ختمتين مثلا، هذا نسميه العلماء نذر طاعة، هو الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من نذر أن يطيع الله، فهذا نذر طاعة فليطيعه، يعني يجب عليه أن يفي بنذره ما دام أنه قادر مستطيع، فيجب عليه أن يفي بالنذر. وقد مدح الله عز وجل المفين بالنذر فقال: يوفون بالنذر ويخافون وهم من الأبرار، إن الأبرار يسربون من إلى آخر، إلى أن قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال: وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلم. وقال: فليوفوا نذورهم في الحج وليطافوا البيت العتيق. من نذر يطيع الله فليطيعه، ومن نذر يعصيه فلا يعصيه، نذر المعصية لا يجوز طبعا، لا شك قد الإنسان يستبعد أن لا، قد يعصي، قد ينذر يقول لله علي أن أقطع رحمي والله ما أجيهم، هذا معصية، أن تنذر لله أنك لا تصل رحمك، هذا معصية أشد منه، وهو الذي أحيانا يخفى على كثير من المسلمين، هو النذر للقبور، النذر للقبور هذا حرام، بل حتى بغير نذر
الذبح القبور لا يجوز أو الطواف بها أو العكوف عندها. المشروع هو الزيارة، تزور القبر وتسلم عليه وتدعو له، هذا هو السنة. والمقصود هو الدعاء الميت والتذكر، زور القبور فإنها تذكر الآخرة. فالمقصود بالزيارة هو الاعتبار والتذكر ومعرفة المصير. وخاصة يا إخواني إذا إنسان وقف على المقابر وتأمل أحوال هؤلاء المقبورين، وبخاصة إذا استعرض طبيعة حياة الناس وهؤلاء الذين تحت التراب الآن وكانوا قبل ذلك فوق التراب، منهم الفقير ومنهم الغني ومنهم المتكبر ومنهم الجبار ومنهم البطر ومنهم السلطان ومنهم العالم ومنهم الغني ومنهم من معه خدمه وحشمه ومراكبه، وذهب كله لم يخلف شيئا، ما خلف إلا عمله، ومنهم الظالم والجائر. فالإنسان إذا وقف على القبور اعتبر يعني اعتبارا شديدا، ولا سيما إذا يعني أرسل فكره وتأملاته ونظر في أحوال هؤلاء الذين كانوا على الأرض وكان لهم مخططاتهم وأفكارهم وآمالهم، ثم انتهوا ونسيهم، حتى نسيهم أقرب قريب، أقرب قريب نسيهم. لهذا يروى أن علي رضي الله عنه وقف على المقابر فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحمل أجرهم ولا تتنا بعدهم، إلى آخره. ثم قال يا أهل القبور، أما أزواجكم فنكحت، وأما أموالكم فقسمت، وأما أولادكم فنسوا، هذا خبر ما عندنا، هذا خبر ما عندنا، يعني أنا أخبركم الذي حصل عندنا نحوكم، فما خبركم؟ ثم سكت قليلا ثم قال أعلم أنكم لو تكلمتم لقلتم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهذا هو المقصود من زيارة القبور. أما زيارتها للدعاء عندها أو الاستغاثة بها أو الذبح لها، هذا لا يجوز، وبعضه قد يصل الشرك بالله عز وجل. إذا ذبح لصاحب القبر قد يخرج من الملة، لأن الذبح لله عز وجل، ولا يذبح أحد لغير الله. الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. والله عز وجل يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، نسكي يعني ذبيحتي، فذبح لكم لله لأنه عبادة، فلا تصرف لغير الله عز وجل. والذبح لله عند القبور لا يجوز. وسوف يأتي معنا حديث الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، لأنه من باب النذر، سوف يأتي إن شاء الله. فسأل النبي هل فيها وثن يعبد، هل عند قبر؟ قال لا، ما أوفي بنذرك. وسوف يأتي التفصيل في هذا إن شاء الله. فالمقصود أن النذر للقبور معصية، لا يجوز. يقال لله عليه النجاح ولدي أو شهر المرض أن أذبح لسيدي فلان، هذا لا يجوز، وقد يصل الخروج من الله إذا ذبح لغير الله. أما إذا ذبح لله عند القبر فهذه معصية وكبيرة، أما إذا ذبح لصاحب القبر فهذه عبادة لغير الله، أما إذا ذبح لله عند القبر فهذه معصية، وهذا لا يجوز، ولا يجوز الوفاء به، ويحرم الوفاء به. وبعض العلماء يقول ليس في كفارة، عليه يتوب، والحنابلة يقولون يكفر،
كفارة يمين، وهذا ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، رواه الجماعة إلا مسلمة. هذا حديث عجيب، وهو فعلا يعني فيه من الفقه الشيء العجيب، بل فيه لفظ آخر عند أبي هريرة أيضا في البخاري وغيره، لفظه لفظ حديث أبي هريرة: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لما كنا قدرته، يعني كان حديث قدسي، لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لما كنا قدرته، ولكن يلقيه النذر إلى القدر فيستخرج الله يعني يخرج منه، سيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل، أي يعطيني. هذا تفسير لمعنى يستخرج به من البخيل. ما معنى هذا؟ يعني حينما تقول إن شفى الله مريضي لا تصدق النبي كذا، النبي صلى الله عليه وسلم عد مثل هذا، قال هذا لا نهى عن مثل هذا، سمع العلماء نذر المجازاة، نذر المجازاة، يعني يا ربي تعطيني أنا أتصدق، ما تعطيني ما أتصدق، هذا معناه. كانك تقول يا ربي تشفي مريضي أتصدق، ما تشفي أنا ما أتصدق. ولهذا نهى النبي عن النذر، هذا النوع من النذر، قال إنما يستخرج به من البخيل، كان ينبغي أن تتصدق من غير ربط، من غير أن تربط بين الشفاء ولا النجاح ولا الوظيفة ولا الزواج ولا إن يسر الله زواجي إذا تصدق النبي كذا. قال إنه لا يرد شيئا النذر، يعني كانك تقول أو كانك تستبعد أن يشفى مريضك، أو تستبعد أن تحصل كذا وكذا، أو كانك ما قدره الله سوف يكون، سواء نذرت أو لم تنذر، تنذر أو تنذر، ترى كله صحيح. العلماء يقولون نذر من باب ضرب ونصر، من باب ضرب ونصر، ضرب يضرب، نذر ينذر، ونصر ينصر، نذر ينذر، فلك أن تقول ينذر ولك أن تقول ينذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يرد شيئا النذر، أن تقول إن شفى الله مريضا تصدق إن كذا كذا، لا لا تربط، أقدار الله سوف تجري وما قدر الله سوف يكون، وإنما تصدق ابتداء وتقرب الله عز وجل بالعمل الصالح من غير أن تجعل مجازاة بينك وبين ربك. ولهذا صيغة لفظ أبي هريرة القدسي يعني يحسن أن نقف عندها، يقول لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته، يعني شيء لم أقدره لا يمكن النذر لا يأتي به ولا ينفع ابن آدم. لا يأتي ابن آدم النذر، يعني النذر لا يأتي لابن آدم بشيء لم أكن قدرته، ولكن يلقيه النذر إلى القدر، يعني أن الذي سوف يحصل بالنذر وبغيره هو بمقدور، والله قد قدره، فإن حصل ما أراده بالنذر كان قال إن شفى الله مريضي أتصدقنا فشفى الله مريضه، يقول النذر هو الذي ألقاه، يلقيه النذر بالقدر، فيستخرج الله، بمعنى أنه كأنه يعني الله عز وجل يأخذ منه سواء صدق غيرها بسبب النذر، بينما هو مقدر لكنه جاء عن طريق النذر، فيستخرج الله فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل. وهذا يعني لا ينبغي أن يكون في جناب الله، أنك ما أعطيت ربك وما تصدقت لله عز وجل إلا بسبب أنك عملت نوع من المعاوضة، تشفي مريضي أتصدق، تحقق لي مطلوبي أتصدق،
هذا هذا ما ما هذا هذا بل قد يكون فيه يعني قلة أدب مع الله عز وجل. ذكر العلماء شيء شديد في هذا الموضوع. قالوا ولا وأحب أن نقف عنده. قالوا قد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وإليه من اشترى في أنه لا يرد شيئا. ما معنى هذا؟ وهذا فعلا ينبغي أن يتبه، لأن الناس كثير ينذرون نذر المجازة، إن شفى الله مريضي، إن غاب إن عاد غائبي، إن رجعت أمي، إن رجع ولدي من السفر، من كذا. بعض العوام كما يقول العلماء هنا يقولون قد ينضم أن يعتقد الجاهل أن النذر هو الذي أوجب حصول، خاصة إذا حصل مطلوبه. لماذا؟ هو يعني أحيانا الإنسان ينذر نذر ليس لأنه مستحيل أن يحصل، لا، من باب يعني لا 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 لا، خاصة حين تنذر الأم أن يأتي إذا جاء ولدها لله علي أن أتصدق بكذا. هي طبعا غالبا تعرف أن ولدها سيأتي، تعرف أن ولدها سيأتي لأنه في أمور عادية ليس هناك بعيد، أو كان سجين، إذا خرج من السجن لا فعلنا كذا، وهو مدة محدودة سيخرج أو يخرج قبل. الإشكال كما يقول العلماء هو أن تربط أن خروجه كان بسبب نذرها. يعني يقول العلماء قد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك، يعني كأنه يقول له إن ما نذرت كان مخرج من السجن، يقول له ما نذرت كان رجع. هذا 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 خطير. و أو يظن أن الله يفعل ذلك من أجل النذر، كأني لو لم أنذر ما قدر الله ذلك، وهذا خطير. والعلماء قالوا الحالة الأولى تقارب الكفر، بل ابن حجر قال بل تقرب من الكفر. ما معنى ذلك؟ بمعنى أن تعتقد أن النذر هو الذي أخرج ابنك من السجن، أو هو الذي أعاده من السفر، النذر هذا قد يصل الكفر. يعني كأنك ألغيت القدر وألغيت قدرة الله عز وجل، وربطت بين أن ما حصل من خروج ابنك أو من عودته أو من شفائه كان بسبب النذر، هذا قد يصل إلى الكفر إذا اعتقدت ذلك اعتقادا جازما بأن هذا هو المؤثر. بينما الأمر لله عز وجل، هو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا قال إنما يستخرج به من البخيل، بينما كان ينبغي أن تكون كريما مع نفسك ومع ربك، تبادر بالصدقة وتبادر بالعمل الصالحة من غير أن تربطها بحظوظ نفسك أو مشتهياتك من قدوم غائب أو شفاء مريض أو حصول مطلوب. لا، إنما تصدق ابتداء وتقرب الله بالطاعات ابتداء من غير أن تربطها. إنما يستخرج به من البخيل. الباب الثاني، باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين. وما أخرج مخرج اليمين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يطوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، رواه البخاري وابن ماجه وأبو داود. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الرجل نذر فيما لا يملك، متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى، رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعرابي قائما في الشمس وهو يخطب فقال: ما شأنك؟ قال: نذرت يا رسول الله ألا أزال في الشمس حتى تفرغ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا نذرا، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله، رواه أحمد. وعن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك، رواه أبو داود. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة. فقال: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه الخمسة واحتج به أحمد وإسحاق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، رواه أبو داود. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، رواه أحمد ومسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين. هذه أيضا تفاصيل لأحكام شيء من أحكام النذر. الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، رواه البخاري وابن ماجه وابو داود. هذا الرجل ابو اسرائيل بينه قرشي طبعا صحابي، نذر، لاحظوا طبعا هو يريد القربة ويبتغي الثواب، أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، خمسة أشياء. يقف في الشمس قائما يعني ما يقعد، ولا يضع ظل على رأسه، ولا يتكلم، وأن يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، لأن ليس في هذا قربة، ما في قربة في القيام إلا في الصلاة، يصلي قائما صحيح، أما القيام بمجرده لا. كذلك الصمت لا يتقرب الله بالصمت، ولذا أحيانا
بعض العباد الذي ليس عندهم فقه يظن أن الصمت عبادة. إذا كان صمت عن محرم نعم، وإذا كان صمت عن أن لا يدخل في كلام الناس في غيبتهم نعم، أما ذات الصمت لا. صمت عن الممنوعات أو عن كف عن الناس نعم، أما تتقرب بالله بالصمت لا، تقرر بالكلام بالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والمعروف والنهي عن المنكر والنصائح، هذا قرب، هو بالكلام أذكار وتسبيح وقرآن ونصح والمعروف عن المنكر وطلب علم وقراءة إلى آخره. أما الصمت لا يتقرب الله بالصمت، السكوت إلا السكوت عن محرم. وكذلك الجزء في الشمس، ولهذا عند العلماء قاعدة لا يتقرب إلى الله بالمشاق. والله عز وجل حينما كلفها التكاليف ليس لأنها شاقة، لا، لما فيها من حكم. ولهذا إذا زادت مشقتها فإنسان ينتقل للرخصة. فالتكاليف ليس مقصود المشقة على العباد. والله لا والله عز وجل لا تنفع طاعة الطائن ولا تضره معصية العاصي، هو غني عنا ولم يكلفنا ما لا نطيق ولا نتقرب إليه بما لا نطيق وما يشق علينا. نعم العبادات فيها تكاليف، فيها مشقات. العبادة إذا كان فيها مزيد مشقة يثاب على الإنسان إذا جاءت المشقة في ذات العبادة، مثل الصيام في الصيف أو الجهاد في الصيف، كلام شاق، أشق من أو الحج في الصيف أشق، أو التوضب أيام البرد إذا كان ما في ماء ساخن مشقة، لكن في هذه يثاب عليها. المشقة التي في العبادة يثاب عليها، أما أن تتعمد المشقة فلا. تتقرب في الشمس ولا تصوم في الشمس تقول عشان أشق علي، الله لا يكلفنا هذا. أما إذا جاءت في طريقها كما قلنا لا، الحج في الصيف أو حتى في البرد أو الصيام في الصيف أو الجهاد في الصيف يثاب على الإنسان. أما يتعمد الإنسان شيء ليس فيه مشقة ويجب على نفسه مشقة هذا فلا لا. ولهذا هذا الرجل أبو إسرائيل نذر أن يقوم الشمس وأن لا يقعد وأن لا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. الصوم نعم عبادة أتمها. فبهذا ندرك أن الله عز وجل ما أراد بنا إلى اليسر، وما أراد أن يعذبنا ولا نشق علينا. وأيضا العبادة معلومة أن مصلحتها لنا وأن الله غني عنا. فالعبادات لها حكمها وأسرارها ومصالحها على العباد في الدنيا والآخرة، وما لا مصلحتها فيه لا يشرع. الصمت لا يشرع وليس في مصلحة. القيام وحده لا، أما قيام في الصلاة نعم، قوم الله قانتين. صلاة القاعد مثل صلاة القاعد إذا كان قادرا أفضل، صلاة القاعد على نصف من صلاة القاعد، فهذا في العبادة. أما قيام بنفسه ما لا 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 ليس فيه قربة. وعن ثابت الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على الرجل نذر فيما لا يملك. لو قلت لله علي أن أتصدق من 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 مال فلان ما صح. لا تنظر في شيء لا تملكه. أقول لله يعني أن أعتق عبد فلان لا لا يصح ولا 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 يقع أصلا. هذه أموال الناس. الحنابلة يقوم عليه كفارة كفارة يمين، والجمهور يقول لا كفارة عليه، إنما أن يتوب وأن يقرع عن مثل هذا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، بمعنى أن ذلك للطاعة ولا يبتغي وجه الله إلا بالطاعات. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعرابي قائما في الشمس وهو يخطب، وقد يكون أبو إسرائيل وقد يكون غيره، فقال: ما شأنك؟ قال: نذرت يا رسول الله ألا أزال في الشمس حتى تفرغ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا نذرا، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله. النذر بالطاعات، أما أن تقف في الشمس فهذا ليس محل العبادة ولا قربة، إلا كما قلنا إذا كان في طريق العبادة. ولهذا ابن عمر يقول في الحج: أضحي لمن أحرمت له، بمعنى يبرز الإنسان في ولا يستظل. أضحي بمعنى أجلس في تعرض للشمس، ليس قصدا أينما، لأنها في طريق العبادة. وعن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا في ما لا تملك. رواه أبو داود. الحديث وإن كان سنده ضعيف لكن معناه صحيح. الأول أن هذين الأخوين تنازعا في ميراث، فطلب على الصغير طلب من أخيه الكبير ميراثه، فلما لح عليه قال: إن عدت تسأل القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، يعني أنا أجعل المال كله في وقف على الكعبة. رتاج يعني الرتاج هو الباب، الرتاج هو الباب، ومقصود الكعبة يعني أجعله وقف على الكعبة. فقال عمر رضي الله عنه: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. قال: لا لا، سأترحم. وأيضا هو يطالب حقه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يمين عليك في مثل هذا، لأن طبعا بمعنى أن هذا معصية، وقد يكون أيضا من حق لأخيك. ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم. قطيعة الرحم طبعا لأنها معصية طبعا، لكن هذا نوع من التأكيد، وإلا داخل في معصية الرب ولا فيما لا تملك. هذا هو الشاهد أيضا. فالإنسان لا 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 ينذر فيما لغيره. وعن ثابت بن الضحاك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. لهذه لعلنا نتركها لجزء الغد، لأن الكلام عليها طويل، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.